قول الإمام علي في خليفة المسلمين أو قوله؟ أهل البصرة ليسوا هكذا. طيب أوكي. بعدين شوفوا، إذا واحد أراد أن يقرأ الآية لقد رضي الله عن الذين يبايعونك، يقولون غلط، رضي الله عن المؤمنين وإذ، يعني فيها شرطين، الذين بايعوا تحت الشجرة، فيهم قاتل عثمان ابن عديس البلوي وفيهم قاتل عمار أبو الغادية، فلا يمكن أن تأخذوها على إطلاقها. القول بأنه نحن نرى أن قول الإمام لحظة بس أرجوك ثانية، هل تريد أن تستدل من هذا على أن الله لم يرضى عن عمر؟ لا انت لما هي ما هو وجه الشرح الآية؟ ارجوك اسمعني، هذه مهمتي في رفع الأمثال. هم استشهدوا بها على رضوان الله على من بايع محمدا صلى الله عليه وسلم في الحديبية. هل انت بهذا التفسير تريد ان تقول ان الله تعالى غير راض عن عمر بن الخطاب؟ اقول انه نحن عقيدتنا ان فضلات النبي والأئمة تبتلعها الأرض، وأن بول النبي ودمه شربه المسلمون. يا شيخ القرآن أنت سمعتني ولا ما سمعتني؟ يا شيخ القرآن أنا سألتك. نعم. أنت لما فسرت الآية في سورة الفتح، نعم، هل أردت بها أن عمرا خارج عن مرضات الله؟ عمر اللي لازم النبوة تنزل عليه، النبي يقول أنا بس ينقطع عني. بس لحظة، بس هذا نجيب بعدين. لحظة، هذا اسمعني يا شيخ الكراني، أنا سألتك عن سؤال. إذا ثبت عندي أن واحد قال تنزل النبوة على عمر بنقوله كلام. أنا عقيدتي في عمر، عقيدتي في عمر ليس مثلك أفضلها على النبي. يا أخي اسمعني يا أخي والله ما أعرف، يا أخي والله ما أعرف مسلم. يا شيخ الكراني، أرجوك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله ما قال أحد في هذه الندوة على الإطلاق، ولا أعرف مسلما من آخر الدنيا شرقها لغربها يفضل أحدا على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا عمر عدل، قالوا متواضع، قالوا أحكم تدبير شؤون الأمة. فإذا سؤالي هو هذا، أعود إلى سؤالي، أجبني على سؤالي. لقد شرحت للمسلمين الآن الذين يشاهدون البرنامج حفظك الله ورعاك، قلت لهم إن الآية سورة الفتح فيها شروط، هل استدللت بهذا لإخراج عمر حيث أنه ليس مشمولا برضوان الله أم ماذا أردت؟ أنا أريد أن أثبت غلوهم في عمر. لا 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 والله لا 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 أمسد المشاهد. اطمئن من قال اسمع يا شيخ الكوري الله يرضى عليك، يعني هو معقول في واحد عاقل في ذهنه ربع عقل حيقول عمر أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما في حد يقول، ولا حد قالها ولا حيقولها. فإذا هذه الناحية اطمئن، لكنني أنت الآن عرضت للناس. اسمعني لما عرضت للناس هذه الآية في هذا السياق، وردت أن تعطي تأويلا آخر لها وأنت حر في ذلك. أسألك فقط نعم. أردت أن لا بأس الرضا ممنوع عن عمر. إذا هي محاكمة لا مش محاكمة. أنت تورد الآية حاكمك أنت. أقول لك إذ رضي الله عن المؤمنين إذ في حال بيعتهم والمؤمنين منهم، معناها رضا إذ في الظرفية في حال البيعة وعن المؤمنين الذين ثبتوا. فهل عمر منهم أم لا؟ فهل عمر بن الخطاب يا شيخ الكرام خذني بالهدوء. يا شيخ الكرام انما رفعوا علما في مقابل العتره. يا شيخ الكرام اسمعني لا تهرب من السؤال، ارجوك. هؤلاء الناس مساكين في كل ليله يقولوا العترة وآل محمد صلى الله عليه وسلم محبتهم دين. الله فوق رؤوسنا. فإذا السؤال مش هنا، أنت الآن بالمنطق بالعقل كده، لما أردت أن تقول إن الرضا كان ظرفيا في حالة البيعة، هل أردت أن تقول أيضا أنها بالتالي لا تشمل عمر بن الخطاب أم لا؟ هل هذا هو ما أردت أن تقوله في سياق البرنامج؟
نعم، أنا أريد أن أقول أن تفسير الآيات في الصحابة غير دقيق وغير علمي، وكل من صناعة الحكومات. طيب والله دين حكومات. أوكي أوكي أوكي، لحظة أرجوك أرجوك. طيب إذا أنا على كل حال أقول لك، يعني سياق الحديث ما يمكن يعني إلا هذا، أنك تقول إنه ليس مشمولا بهذا الرضوان. هل أخطأت في هذا التأويل؟ 10 تهم يتهمني ذاك، 20 تهمة ويجيب أسرطة خليه يتكلم براحته، يتهمني 20 تهمة ويجيب أسرطة. ما أنت ذكرت الآية جبتها من عندك أنت. حاكمني أنت وإياه يا كوراني، يا 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 سيد كوراني، أنت الذي يا سيد كوراني، أنت الذي أتيت بالآية وتحدثت بها في سياق أن تمنع الرضوان عن عمر بن الخطاب، فسألتك أتأكد منك ولا هو الذي يرضى عني وعنك وعن عمر؟ اسمعني، الذي يرضى عني وعنك وعن عمر هو الله عز وجل، هذا أمره هو، يعني إحنا بشر عادي. لكن ما دام ذكرت آية سألتك لماذا يقيدها بقيدين رضي الله عن المؤمنين وإذ. طيب أوكي خلاص نتجاوز، السادة المشاهدين يحكموا من سؤالي ومن جوابك.